أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل الأعزاء. انطلقت صباح اليوم الاثنين بباريس أعمال مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية والاجتماعات المصاحبة له، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات السياسية والمدنية من مختلف التيارات. ويهدف المؤتمر الذي دعت له فرنسا إلى جمع 3.8 مليار دولار لدعم السودانيين داخل السودان وفي دول الجوار بجانب. وفي ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي أنهم لم يتقدموا بالدعوة لطرفي الحرب، لأن المؤتمر معني بالمساعدات الإنسانية وليس للمفاوضات. دبنجة أجرت استطلاع من داخل أروقة المؤتمر مع بعض القيادات السياسية والمدنية من مختلف التيارات، سنقدمها لكم في هذه المساحة. ونختم مستمعنا الكرام بحديث أدلى به الأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي لراديو دبنجة قبل يوم من انطلاق المؤتمر. فإلى الاستطلاعات. أوكي، خالد التجاني صحفي. اليوم يعني اجتمع مجموعة من السودانيين يمثلوا أطياف مختلفة. صحيح أن الدعوة جاءت للمشاركين بصفة شخصية، ولكن كانت حاضرة عموما يعني الاهتمامات والمواقف السياسية المختلفة لنقاش يعني حول هذا الورشة التي دعا لها الحكومة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. ربما يعني تميز هذا الاجتماع بأنه الأول من نوعه، يعني الذي جمع يعني خلفيات مختلفة خلال العام الماضي من هذه الحرب، وأتيحت فرصة جيدة للنقاش. النقاش أعتقد كان منفتحا يعني على آفاق مختلفة، ناقش الجوانب المختلفة ما يتعلق بهذه الحرب، فيما يتعلق به يعني إيقاف الحرب أو القضية الإنسانية، أو حتى فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان وكيف يمكن الوصول إلى ذلك، ويبقى ترتيبات موضوعية وعملية. بالتالي يعني يتيح هذا النقاش فرصة للمزيد من الحوار من خلال يعني ما يعني توصل إليه الناس أو تفاهموا حوله، يعني في حول هذه القضايا المختلفة. بالتأكيد يعني السودان بعد عام من هذه الحرب يحتاج حقيقة إلى حديث، وحديث شجاع، وهذا يقوم حقيقة على عملية الإحساس لكل الأطراف السودانية بالمسؤولية يعني عن إيقاف هذه الحرب. وبالتالي هذا الطلب أن يكون هناك يعني الخطاب عقلاني يخاطب جذور هذه المشكلة، ويكون هناك توافق حول تشخيص يؤدي إلى التوافق على العلاج والخروج من هذه الحرب، بحيث لا تتكرر مرة أخرى، خاصة إذا علمنا أن تاريخنا السوداني ظل هو يدور في نفس الحلقة من الصراعات التي يتم إنتاجها كل مرة. هذه الانتقال الخامس الذي أيضا لا يتمكن فيه السوداني من الوصول إلى ما يطلبونه من عملية تحول ديمقراطي في السودان. بالتأكيد الحوار كقيمة نفسه هو مهمة، وبالتأكيد هذه أيضا يجب أن تكون أكثر يعني تشجيع الأطراف السودانية. الله ينتظر فقط يعني أن يدعو من قبل أطراف يعني خارجية أو غير هذه مسؤولية مباشرة. وبالتالي أعتقد أن هذه بداية طيبة، ويجب أن تستمر على هذا المنوال. هذا سيؤدي حقيقة إلى ربما التواصل إلى تفاهمات، وبالتالي يعني ما لا يمكن يكون هناك حوار في ظل حلق قطيع سائد الآن، حتى نشهد حتى قطيع اجتماعي لما الأطراف السياسية المختلفة. هذه مثل الأخرى أيضا هناك حاجة لإشراك أوسع للشعب السوداني في نقاش هذه القضايا، بحيث أن تكون هناك ملكية هذه الحوارات، ليست هي مختصرة فقط على النخب السياسية والعسكرية أو فقط للفاعلين في المجال السياسي، ولكن أيضا باعتبار المواطنين هم من دفعوا الثمن الأكبر لهذه الحرب يعني، وهم الضحايا منهم. بالتالي يجب أن تكون هناك أيضا مشاركة أوسع، وبالتالي لا تكون هناك هذه المسألة حصرا على النخب فقط في نقاش مستقبل السودان السياسي. شكرا يا حبيب. نصر الدين عبد الباري، أنا من المشاركين في المؤتمر المنعقد اليوم في باريس حول الأوضاع الإنسانية في السودان. وده مؤتمر مهم جدا جدا، لأنه في ظل الاهتمامات الكثيرة في العالم الموجهة تجاه نزاعات ومشكلات محددة، من الضروري أنه السودانيين يكون عندهم فرصة في أنهم يتناقشوا ويتواصلوا مع العالم، ومن الضروري أنه العالم برضو يحاول يوجد الموارد الضرورية والمهمة لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم في السودان. الناس الآن في السودان بيواجهوا الجوع، ظروفهم صعبة للغاية، ما عندهم أي مصادر دخل، ومحتاجين لإعانة من العالم. وأعتقد أن المؤتمر ده خطوة كبيرة في أنه
الدول تبذل التزامات لتوفير الإغاثة للناس والمساعدات الإنسانية الأخرى. المؤتمر كذلك فيه جانب دبلوماسي، فيه وزراء خارجية دول متعددة، أغلب وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجودين ومشاركين في هذا المؤتمر، وده برضو شيء مهم لأنه هيؤثر في الأفعال اللي هتقوم بها الدول دي أو التدابير اللي هتقوم بها في الفترة الجاية السياسية في إنها تساعد السودانيين في إنهم يتوصلوا لتسوية سياسية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المنابر الدولية. في جانب مهم جدا من المؤتمر اللي هو متعلق بالمجتمع المدني السوداني، وده بيشمل القوى السياسية وبعض القادة من القوى السياسية بصفتهم الفردية، وبرضه في ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين والناس الناشطين المستقلين. فهنتداول في الجزء ده في وجهات النظر المتعلقة بالوضع الإنساني برضه، رؤيتنا شنو، المبادئ اللي احنا بنرى انها ضرورية هي شنو، وكذلك هنتناقش في الجانب المتعلق بالمستقبل ما بعد الصراع الحالي او الحرب الحالية، انه المبادئ الدستورية اللي هتنظم الدولة وهتنظم العلاقات بين الدولة والمواطنين شنو، برضو ده جزء مهم للغاية. وكذلك في نقاشات هتدور يعني على هامش الاجتماعات المختلفة دي بين المشاركين الدوليين والمشاركين السودانيين. على كل حال الحدث الحاصل حاليا في باريس مهم جدا للسودانيين من الناحية السياسية ومن ناحية الوضع الإنساني ومن ناحية المستقبل المتعلق بالوضع الدستوري. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. نسرين الصايم ناشطة في مجال تغيير المناخ وفي يعني مسائل الديمقراطية والحرية. تلقيت دعوة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية والحكومة الألمانية لحضور ما سموه بسيمينار المجتمع المدني لمناقشة عدة قضايا تمتد من إيقاف الحرب مرورا بالقضايا الإنسانية وانتهاء بما بعد الحرب. اللقاء جمع الأطياف متعددة من الشعب السوداني لها آراء مختلفة تماما قد تكون، ولكن كل الآراء تتفق في يعني وضع واحد وهو ضرورة إيقاف الحرب عاجلا وليس عاجلا. ويمكن أن يكون الاجتماع لأول مرة هذه الأطياف المختلفة تجلس منذ بدء الحرب، ويمكن المخرجات لضيق الزمن ليست يعني المطلوب تماما، ولكن هي خطوة في اتجاه صحيح وهو اتجاه إيقاف الحرب بجهود مدنية سودانية خالصة. شكرا جزيلا للفرصة لي، وأنا سعيدة جدا باللقاء اليوم. سلوى آدم بنية، الأمين العام للحركة الشعبية ومفوض العون الإنساني، مفوض العام للعون الإنساني. لكن الآن نجيب بصفتي لأن الدعوة جاتني كدعوة شخصية لهذا اللقاء، فأنا اللقاء بعتبره لقاء كويس. ألا قال الناس التقت وحاولت أن تقعد تعرف الحاصل شنو، والمهم جدا أنه يعني من الحاجات المهمة أنه تكون في رسائل واضحة بالنسبة للناس أنه نحن جينا المجموعة الجادة هي ما بتمثل الشعب السوداني ولا مفوضة من الشعب السوداني، وبالتالي جات يعتبر ده لقاء أولي بالنسبة للناس في كيف يتفاكروا في هموم وقضايا الوطن. الجانب الثاني هناك مؤتمر بالنسبة للعون الإنساني، القضية الإنسانية، ولكن بكل أسف أنه تم تغييب السودان. لا يمكن ولا ليس هنالك أي جهة من حقها أن تدعي لمؤتمر يخص دولة معينة وتغيب الدولة في نفس الوقت، فده نحن بنعتبره أنه حاجة ما موفقة، هم ما موفقين. والسؤال بيطرح نفسه، وين تنزل المخرجات اللي بتطلع من المؤتمر؟ بتنزلها وين؟ أنت مجبور أنك أنت حتنزلها عبر الحكومة الموجودة، حكومة السودان. فبالتالي أي إقصاء بالنسبة ما مدي بالنسبة للجهة المانحة. الحاجة الثانية، حتى المانحين هم نحن في رأينا الشخصي وفي الفترة البسيطة أنا اللي سلمت فيها، المانحين دائما أول الأمم المتحدة بتعمل شو كبير جدا وبتعمل لما أو يعني مظاهرة كبيرة جدا بتفتكر أنه يعني بتقول فيها تبرعات، لكن في أرض الواقع ما في. يعني الآن
المنظمات الأممية كلها ما قدمت للسودان إلا نسبة ضعيفة ضئيلة جدا، رغم أننا نحن في كل المؤتمرات سواء كان في جنيف في أي حتة بنسمع أنه في اجتماع بالنسبة للعون الإنساني وفي جنوش كثيرة جدا بتنزل، لكن ما وصلت للسودان إطلاقا. الحاجة الثالثة، نحن بالنسبة لنا الإغاثة بتمشي لكل السودانيين، دي أولوية بالنسبة لنا أنه الإغاثة تمشي لكل السودانيين. وحكومة السودان في الحتة دي اتجاوبت على أساس أنها فتحت ومتفق عليها كل الممرات الإنسانية المتفق عليها سواء كان برية أو بحرية أو عبر المطارات، دي متفق عليها. فعايزين نشوف مدى جدية المانحين بالنسبة للإيفاء بوعوداتهم، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة الأهم أن إحنا طالبين برضو، أنا كمفوضية بطلب من المانحين أنهم هم أن إحنا في السودان عندنا ثقافات متنوعة بالنسبة للغذاء، يعني زي ما عندنا ثقافات متنوعة في كل حاجة عندنا ثقافتنا الغذائية أيضا متنوعة. فإذا هم قعدوا معنا منوريهم حوجتنا الفعلية ونديهم الداتا بالنسبة لهم على أساس أن تساعدوا في كيفية أنه يجيبوا شنو. أن إحنا ما عايزين قروش، القروش دي هم اللي دايرينها، أن إحنا عندنا مخزون موجود الآن في القضارف في الجزيرة في أي حتة موجود، يمكن أنه يستغل استغلال سيء، يمكن أنه يستغل استغلال جيد، لأنه الثقافة السودانية بتحتاج الناس بيأكلوا الذرة بيأكلوا الدخن بيأكلوا بتقلل لهم التكلفة، وفي نفس الوقت المخزون موجود ممكن يعني يوزع للناس، دي حاجة مهمة جدا. ونحن وأنا هنا بقول أنه نحن المنظمات ما نتدخل في كيفية أنها تقسم، لكن عايزيننا تجي بالبروسس الصحيح عبر الأسس والضوابط الموضوع عليها أنها تجي لدولة والدولة دي ذات السيادة. الحاجة المهمة أنه عندنا اللاجئين ودي شريحة مهمة جدا وهم سودانيين وبهمنا أمرهم، الآن المجتمع الدولي ما قاعد يقدم لهم أي حاجة، فده برضو نحن نناشد المؤتمر المجتمع الدولي على أساس أنه الإغاثة يجب أنها تمشي أولوية أنها تمشي للاجئين لأنه وضعهم سيء وهم ما في السودان. النازحين الآن موجودين مهما كان الوضع سيء ما زي اللاجئين، اللاجئين وضعهم أسوأ، فبالتالي نحن محتاجين أنه يعني المجتمع الدولي يتفهم الموقف. الحاجة المهمة برضو المجتمع الدولي يجب أنه يعني نحن نرفض تسييس الإغاثة، نحن عايزين السياسة الإغاثة هي إغاثة عوني إنساني، ما 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 يقولوا ده الجيش ولا ده دعم سريع، نحن دارين إغاثة للمواطن. الحاجة المهمة برضو ليس هنالك جوع زي ما في بعض الكلمات، هناك في عملية ممنهجة للتجويع، وده بيرجع لمنو مفروض المجتمع الدولي يدين الانتهاكات بوضوح وصراحة، ويدين من الممانع في توصيل الإغاثة، لأن الإنسان اللي بيقف بيعترض في توصيل الإغاثة وواضح لكل المجتمع الدولي هو الجهة اللي عندها البرنامج الممنهج للتجويع. فبالتالي نحن نشوف أن المجتمع الدولي يجب عليه أنه يدين وبوضوح بدون استحياء للممارسات والانتهاكات الوقعت على الشعب السوداني، ويدين بوضوح ويكون عنده رأي واضح في إعاقة المجال الإنساني. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم غريب الله. نحن تلقينا دعوة بصفاتنا الشخصية من حكومتي فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي للمشاركة في ندوة وسيمينار حول المجتمع المدني السوداني، وأنا بفتكر إنه الدعوة دي يعني تأخرت كثيرا، لأنه السودانيين في الفترة الماضية كانوا محتاجين لأنهم يجلسوا لمناقشة الراهن السياسي السوداني الموجود الآن وتداعيات الحرب الموجودة في السودان والتي أكملت يعني عامها الأول. نحن محتاجين لأنه يكون في إسهام كبير ومباشر من كل أبناء السودان، خاصة من النخب السياسية والمجتمعية والدينية، للعمل لحل المشكلة السوداني وحل القضايا التي أدت إلى هذه الحرب التي لم يشهد السودان لها مثيل. نحن محتاجين لأنه نتعاون ككل دون إقصاء،
ودون الخوف من أي تصنيف من قبل أي جماعة يعني ضد الجماعة الأخرى. نحن محتاجين لأن ننفتح مع بعضنا، نحن محتاجين لأنه النخب السياسية تعمل على تحقيق المصلحة الوطنية وتتنازل عن مصالح الحزبية الضيقة، لأنه الآلام والمشاكل الموجودة الآن في السودان من تهجير ومن قتل ومن تشريد والمعاناة التي يعانيها شعبنا في السودان تفرض علينا لزاما أنه نطلع بالواجب علينا من أجل توحيد الخطاب السياسي في حد الأدنى لأجل يعني مساعدة أهلنا في السودان للخروج من هذه الأزمة وتصميم عملية سياسية دون إقصاء لأي طرف من الأطراف حتى نستطيع أن نخرج السودان من هذه الوحدة الكبيرة التي يعني أقعدت البلاد لفترة طويلة. أنا بفتكر أنه لأول مرة يجتمع السودانيين من خلفيات مختلفة للنقاش حول هذه القضايا، وأنا بفتكر أن الوقت غير كافي لأجل أن نناقش هذه القضايا في هذا الزمن البسيط، لكن هي محاولة لفتح يعني هذا الطريق وكسر الحواجز بين السودانيين لكي يستمروا في هذا المشوار حتى تتحقق يعني إيقاف هذه الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي والعمل على يعني تصميم أو تأسيس رؤية تأسيسية لدولة سودانية قادرة على تجاوز كل هذه المحن والمشكلات. استمعنا الكرام، كما ذكرنا سنقدم أيضا حديث للأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حديث أدلى به قبل قيام المؤتمر لراديو دبنجا، فلنستمع له. لا يختلف يعني اثنين في أهمية قيام المنظمات الإقليمية والدولية والدور الوطني في استقطاب وجلب الدعم للمساعدات الإنسانية في السودان بعد حرب مدمرة دخلت عامها الثاني، إلا أن اللافت للنظر أن تجربة طرفي الحرب الدعم السريع والقوات المسلحة لم تكن حريصة على حماية المدنيين وصيانة حقوقهم دعك من إيصال المساعدات التي وصلت من عدة دول ومنظمات حسب مواقع السيطرة والانتشار. ومع التقدير للرغبة الفرنسية وشركاء ألمانيا والاتحاد الأوروبي في القيام بعقد مؤتمر لجلب المساعدات الإنسانية للسودان، إلا أنه عدم توجيه الدعوة لسلطة الأمر الواقع وعدم إشراك طرفي الحرب الجيش والدعم السريع من ضمن المشاركين في المؤتمر يضعف فرصة الوصول للهدف المعلن للحرب ويعطي ذريعة لطرفي الحرب لعدم التعاون مع نتائج المؤتمر حسب الإشارة السابقة لموقفهم السابق خلال عام. وعلى هذا الأساس يعني يبقى المؤتمر في جانب منه هو عمل سياسي يسلط الضوء على معاناة السودانيين وعدم اكتراث طرفي الحرب لوضع حد ل إيغافة وإيغافة الانتهاكات التي تمت في أجواءها. نشير في هذا الجانب إلى أن تجربتنا على اللجنة الوطنية في السودان بعد سقوط نظام الإنغاز في أبريل 2019 انعقدت عدة مؤتمرات باسم أصدقاء السودان وباسم شركاء التنمية، ومنها مؤتمر كان في باريس لجلب مساعدات ودعم للسودان، إلا أن المحصلة النهائية لهذه الجهود لم ترتقي إلى 20% من الوعود المعلن، باعتبار أن المؤتمرات المشاركين فيها بيعلنوا عن رغبة في أنهم يقدموا مساعدة للسودان، إلا أن التزام بهذه والوفاء بهذه الوعود
يكون بمستوى متدني إن لم يكن صفر. نشير أيضا إلى المؤتمرات التي عقدت باسم أصدقاء السودان لإنهاء وإسقاط ديون السودان لما يقارب العامين. ظل الدائنين وصندوق النقد ومنهم مجموعة نادي باريس اللي بترأسها فرنسا يطالب حكومتي الدكتور عبد الله حمدوك واستجابة لكل المطالب بل وقدمت إجراءات حتى لم تطلب منها، ومع ذلك لم يوفي نادي باريس ولا صندوق النقد الدولي ولا بقية الدائنين بالوصول مع السودان إلى ما يعرف بنقطة التنفيذ الكومبليشن بوينت، في حين أنه ذات المجموعات وصلت مع عدد من الدول بما فيها دولتين أفريقيتين إلى نقطة إلغاء الدين في مدة لم تتجاوز 6 شهور. هذا لا يعني أننا نرفض أنه يكون في جهود إقليمية ودولية لمساعدة الشعب السوداني اللي معاناته وصلت لحد لا توصف، ولكن ندعو أن تكون هذه الجهود جهود صادقة بعيدة عن التسييس، ويرتبط الدعوة لوصول المساعدات للشعب السوداني اللي حوالي 18 مليون نسمة منهم الآن بين مهجرين ونازحين، وفي مناطق مفروض عليهم حصار أو في مناطق متأثرة بالغزو اليومي المستمر في مناطق السيطرة والانتصار لكل من الجيش والدعم السريع. 18 مليون بيعيشوا معاناة قاسية ولا مثيل لها إلا ما يجري في فلسطين، وبيبقى الربط الحديث عن المساعدات بجهود حقيقية وفعلية لوقف الحرب هو اللي بيعبر عن تطلعات السودانيين واللي بيخفف من وطأة معاناتهم، لا سيما وأن طرفي الحرب قد أكدا خلال عام وما يزالان حسب آخر خطاب لكل من الفريق البرهان وحميتي عدم رغبتهم في وضع حد لهذه الحرب. وصلت مساعدات لكن بكل أسف تسربت إلى الأسواق أو وظفها حسب مواقع السيطرة والانتشار من وصلته لخدمة مجهوداته العسكرية، وده بيدي نقطة مهمة جدا في أنه تكون في متلازمة ما بين الحصول والتعبئة من أجل مساعدات إنسانية وطبية وخدمات لشعب السودان جنبا إلى جنب إلى وقف الحرب. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي قدمنا فيها استطلاعات من داخل مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية، واستمعنا فيها لآراء عدد من القيادات السياسية والمدنية من مختلف التيارات التي كانت حضورا في هذا المؤتمر. الشكر لهم جميعا ولكم أيضا على حسن الاستماع والمتابعة.